بعد الوقت. أنبوبة البوتاجاز في الفيوم، ولما بنجيب يا جماعة المشاكل علشان محافظ الفيوم لما يشوف ده يشوفوا ايه السبب. مش هنسيب الناس تكتوي بنار الغلاء وارتفاع الأسعار. خففوا الأعباء عن الناس، خلاص الخطوات الاقتصادية اتخذت. تعالوا بقى نحمي المواطنين من أثرها. أنبوبة البوتاجاز في الفيوم مختفية تماما، ومختفية في أكثر من منطقة ومحافظة، لكن الفيوم نموذجا. دلوقتي احنا مش لاقيين الأنبوبة، دوت 35 جنيه محدش لاقيها. أنا ابني ملاه بعد العيد ب50 استلف الفلوس والله. تزامنا مع دخول فصل الشتاء وارتفاع أسعار الوقود، يعاني المواطنون بمحافظة الفيوم أزمة طاحنة تتمثل في نقص أنابيب البوتاجاز وارتفاع سعرها بالسوق السوداء إلى 50 جنيها. المشكلة عندنا إن احنا في مناديب بقالها 6 سنين بتوزع الأنابيب على الناس بتاع المناطق، ودلوقتي النهاردة الرئيس الحي عايز يمنع الناس اللي هي المناديب تاخد الانابيب اللي بتوزعها على الناس. امبارح الانابيب اتحملت في قلب جراشات وبيبيعوا الانابيب في سوق السوداء. مشكله الغاز المخزن عندنا، احنا ما عندناش غاز كويس، والناس المناديب دي هم اللي بيلموا الغاز. ما فيش حد من تومين ولا اي حد اللي بيلم الغاز الا هم. مشكله الغاز ان احنا ما عندناش غاز والحرق ديه، والحرق دي ما بيغلهاش غاز خالص. الانبوبه ساعتها كان بتنزل من فوق التريلا ب 12 جنيه بتوصل للمواطن ب 15 جنيه. ما وصلت دلوقتي في بره كده توصل 60 40 50 مش موجود وما فيش هي، ودلوقتي حتى بطل يعدوا اساسا. بملاها ب 25 جنيه من اللي بيدوروا، وانا ما معيش ومعاش قليل. 35 والله العظيم ما حد لاقيها، و5 انا مالت على العيد، انا مالت جزء ب 75 جنيه وجزء يوم شغال ويوم ما فيش. الناس تجيب منها تسرق بقى ولا تنهب. بقالنا اكتر من شهرين مش عارفين ناخد انابيب، ب60 جنيه ب70 جنيه ما احناش لاقيينها. بربي في يتامى، معيش انا معيش، ما قدرتش اجيب انابيب غاليه. انا بقالي دلوقتي قربت على شهر اهو ما خدتش والله. بصعوبه يا باشا، جوه البتاع ما تلاقيش، بره تجيبها ب30 و40 جنيه. 4 ادوار انا واولادي، ولادي صناعيه غلابه ما معهمش الا فضل الله، ما معناش نملاها ب50، حرام كده. احنا مش لاقيين خالص الغاز، بيبقى موجود في السوق السوداء. احنا سلاقين خالص ولا انا قلبي فاضي عندنا. ما خدناش من ساعه بعد العيد يومين كده، جابها وبعدها ما جابش، والله العظيم ما عندنا انبوبه نقيت بيها. النهارده احنا مش عارفين نقابل المسؤول عشان نكلمه. النواب النهارده اللي خدوا اصوات ناس الفيوم كلها، فين هم؟ الفيوم ما هياش وسيه، ما هياش ولايه بتعين فيها اي حد يجي يسرقها وينهبها ويمشي. احنا على مدى الايام الثلاثة الماضية تجولنا معاكم بين المحافظات بين كل السلع، شفتوا ازاي ارتفعت كل اسعار السلع ونزلنا الاسواق. ولما بنعكس ده مش بهدف التهييج زي ما البعض عاوز يلصق هذه الاتهامات بنا، فليكن اللي عاوز يعني يلصق فليكن، انما الهدف الحقيقي محدش هيفتش في نوايانا، والمشاهد يستطيع الفرز بين انك انت بتعمل ده علشان فعلا نساعد الناس وعلشان نخفف وطأة هذه الخطوات الاقتصادية الظالمة للغلابة ولمحدود الدخل نخففها عليهم ولا لا. تجولنا في الاسواق، كل السلع شفناها امبارح كيف ارتفعت بشكل كبير، وقلنا يا جماعة تعالوا نقول للمحافظين نقول للمسؤولين اذهبوا الى هذه الاماكن، حاولوا تخففوا أثار وتبعات الخطوات الاقتصادية على المواطنين. هنبقى نكمل ده معاكم يوميا بهدف حماية المواطنين من حزمة الخطوات الاقتصادية التي اتخذت قبل